مرحبا بكم مشاهدنا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة اكادير. وفي هذه الحصيلة الاجمالية التي اعلنت عنها وزارة الصحة بعدما اعلنت عن تسجيل 2423 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 112522 حالة في المغرب. ووفق المصدر ذاته فقد بلغت عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبر سلبي بلغت 2,392,629 حالة منذ بداية الفيروس إلى اليوم. ووفق المعطيات ذاتها فإن نفس الحصيلة عرفت تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد ضحايا فيروس كورونا بالمغرب إلى 1998 حالة وفاة عفوا. وتم التأكيد على شفاء 1746 حالة شفاء جديدة، لترتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 91932 حالة شفاء. وتهيب وزارة الصحة بكل المواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي أقرت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. فعلا حصيلة ثقيلة، حصيلة جديدة تنضاف إلى الأرقام والأعداد التي تسجل بشكل يومي. فهذه الحصيلة بالفعل تستوجب منا أخذ الحيطة والحذر، لأن الأرقام أصبحت أرقام مرتفعة جدا، الأرقام مهولة، أرقام كارثية تسجل كل يوم. ونتمنى من الله تعالى أن ينجينا وينجيكم من هذا الوباء الفتاك الذي لا يعرف لا صغير ولا كبير، فكلنا مسؤولون عن هذه الأرقام التي تسجل بالفعل إخواني الكرام. فالأرقام تبين بأن حجم الكارثة كبير، حجم المأساة كبير، فهذه الأرقام ربما ستعيدنا إلى ما لا تحمد عقبى، ستعيدنا إلى الحجر الصحي في حال لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية واحترامها واتخاذ كافة الاحتياطات من طرف المواطنين، لأن التهاون والتساهل وأيضا اللامبالاة هو الذي أوصلنا إلى هذه الأرقام. بصراحة يحز في النفس أن نرى وطننا تنخره كورونا ولا أحد منا يحرك ساكنا ولا أحد منا يتحمل مسؤوليته تجاه وطنه وتجاه أهله وأسرته. فلو كان كل منا له ذرة واحدة وذرة صغيرة من المسؤولية والجدية وروح المواطنة الحقة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. نتمنى من الله أن يحفظ بلدنا والشعب المغربي من كل سوء ومن كل هم ومن كل وباء يا رب. فالمزيد من الوقاية، المزيد من الحذر، وأيضا التسلح بكافة الاحتياطات اللازمة حتى نتجنب الأسوأ في القادم. فصراحة هذه الأرقام نحن قادرون لو قمنا بالاتحاد بيننا على تجاوزها، فالكل يتحد، الكل ينخرط في هذه الحملة الوطنية من أجل محاربة داء كورونا كوفيد-19. فبالتأكيد إن شاء الله أملنا أن تنخفض الأرقام، أملنا أن تنخفض الحصيلة. فبالرجوع لجهة سوس ماسة، فتم تسجيل 76 حالة جديدة، فيما سجلت فقط حالة وفاة واحدة اليوم. فحالة واحدة للوفاة هي المسجلة، وأيضا هذا الحالات تنقسم إلى مجموعة من العمالات والأقاليم التي سجلت فيها، وكنتمنى من الجميع أنه يزيد في الحيطة ديالو، يزيد في الحذر ديالو، حتى أننا نشوفو تأكيد الفيروس كينخفض، الفيروس أنه
ارجع لنقطة الصفر، ارجع أيضا الأعداد القليلة التي كنا نسجلها في السابق. هذه هي الأماني ديالنا إخواني الكرام، ونتمنى من الجميع أن يأخذ الحيط والحذر وأن يسعى إلى الانخراط في التوعية والتحسيس، وأيضا أننا ندير يد في يد من أجل تجاوز هذه الأزمة، على أمل نلقيكم في فرصة قادمة مع أعداد جديدة وأرقام جديدة. نستودعكم الله، إلى اللقاء إخواني الكرام.